العناوين اللي رح يتم الحديث عنها، وأكيد رح ينضم وإيانا من خلال خط الهاتف السيد محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي. يسعد صباحك يا سيد محمد. صباح الخير لك ولكافة الإخوة المتابعين. صباحك بكل الخير. يوم أمس فصائل العمل الوطني في طول كرم دعت لأنه يكون هناك وقفة تضامنية مع الشعب السوري الشقيق والأسرى داخل سجون الاحتلال في طول كرم. حدثنا أكثر عن طبيعة هذه الوقفة اللي كانت يوم أمس، ما الرسالة اللي حملتها من خلال تضافر كل الجهود ووجود كل الشخصيات بهذه الوقفة؟ يعني اولا دعت فصائل العمل الوطني لفعاليتين يوم امس. الفعاليه الاولى كانت دعما واسنادا لاسرى الحريه في جنوب عقلات الاحتلال، حيث يخوضون معركه نضاليه في مواجهه سلطات الاحتلال وسلطات سجونها القمعيه، حيث تم تنظيم وقفه تضامنيه واسناد ودعم لاسرى الحريه في جنوب عقلات الاحتلال امام مقر الصليب الاحمر، وذلك تاكيدا على مكانه الاسرى كقضيه يوميه على رأس سلم أولوياتنا الوطنية، وهي قضية بالمقام الأول بالنسبة لكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني. وقضية الأسرى كانت وما زالت قضية موحدة لكل جماهير شعبنا الفلسطيني. صحيح. لذلك دعونا من خلال هذه الوقفة إلى ضرورة دعم وإسناد الأسرى وتوزيع دائرة حراك الشعب والجماهير دعما وإسنادا لنضالاتهم في سجون ومدخلات الاحتلال، خاصة في ظل الهجمة المسعورة التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية من خلال توجهات ما تسمى بوزارة الأمن القومي وعلى رأسها الوزير المتطرف بن غفير الذي دعا إلى سلسلة من الإجراءات العقابية والتنكيلية بحق أسرانا الأبطال في جنوب عقلات الاحتلال. لذلك هي دعوة لجماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان وفي محافظة طول كرم على وجه التحديد، كوننا وجهنا الدعوة من خلال محافظة طول كرم بضرورة توسيع دائرة الحراك الشعبي والجماهيري دعما وإسنادا لقضية الأسرى، وأيضا هي دعوة للقيادة الفلسطينية وللنظام السياسي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بضرورة أن يكون هناك توجه نحو المحاكم الدولية ونحو الجانب القانوني والدبلوماسي والسياسي لفضح وإدانة كل السياسات العنصرية والعقابية والعدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أسرانا الأبطال والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف المتعلقة بالأسرى. أما الوقفة الثانية فكانت متعلقة أيضا بدعم وإسناد للشعب العربي السوري في ظل الزلزال المدمر الذي أصاب أجزاء من الأراضي السورية والذي أدى إلى يعني ارتقاء الآلاف من المواطنين السوريين جراء هذا الزلزال، وكانت صرخة في محافظة طول كرم ضد سياسة التمييز وضد سياسة الكيل بمكيالين وضد محاولة تسييس الزلزال من قبل النظام الإمبريالي العالمي ومن قبل المجتمع الدولي ومن قبل بعض الأطراف الدولية التي ما زالت مصرة على فرض الحصار الجائر المفروض على سوريا منذ عام 2011، وأيضا كانت دعوة لضرورة فتح الحدود السورية برا وبحرا وجوا من أجل تمكين كل المؤسسات والدول والبلدان من توفير وسائل الدعم والإسناد والإغاثة الإنسانية للشعب السوري المتضرر جراء هذا الزلزال المدمر. وقد أدمنا من خلال هذه الوقفة ازدواجية المعايير، حيث رأينا وطبعا أمر طبيعي وعادل ومشروع أن يكون هناك توجه بالنسبة للإخوة في تركيا، ولكن يجب أن لا يتم الكيل بمكيالين، بمعنى أن يتم تقديم المساعدات غير المشروطة والمتواصلة دائما إلى تركيا في ظل حجب ذلك عن الأشقاء في سوريا. هي دعوة لجامعة الدول العربية لتتحمل مسؤوليتها، وأيضا دعوة إلى كل البلدان العربية لتسيير القوافل والطائرات وجسور الإغاثة لتقديم الدعم والإسناد للشعب السوري الذي يعاني من هذا الزلزال المدمر، وأيضا عانى على مدار السنوات الماضية من الحرب الكونية المفروضة في سوريا وعلى أرض سوريا، وأيضا في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق مختلفة في الأراضي السورية من خلال التأكيد على إصرار دولة الاحتلال على ارتكاب الجريمة تلو الجريمة بحق هذا الشعب وبحق هذه الدولة التي تعرضت عبر السنوات العشر الأخيرة إلى سلسلة من الكوارث ونتائج الحروب المدمرة والتي يعني دفع الشعب السوري أثمان باهظة لها. لذلك هذه الفعاليتين كان لهما أهمية كبرى في محافظة طول كرم، أولا بما يتعلق بالأسرى كقضية وطنية يومية على رأس سلم أولويات فصائل العمل الوطني إلى جانب موقفنا العربي والقومي والإنساني أيضا اتجاه الأشقاء في سوريا، وأيضا التضامن مع الشعب التركي ومع كل الشعوب التي تعاني من ويلات هذا الزلزال المدمر.
وهي دعوة إلى ضرورة تحمل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسؤولياتها لإنهاء ما يسمى بقانون قيصر الذي يشكل عقابا جماعيا للشعب السوري وضرورة عدم تسييس هذا الزلزال. أكيد كل الشكر لك سيد محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، أطلعنا أكثر على تفاصيل الوقفتين اللي قامت بالدعوة لهما، فصائل العمل الوطني في محافظة طول كرم، الأولى لدعم ونصرة قضية الأسرى والثانية للتضامن مع الأشقاء السوريين المتضررين من جراء هذا الزلزال. بما أننا عمالنا بنحكي عن